بنصبح لحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح لمنة عشان نعرف منها إجابتها على السؤال ونعرف كمان منها آخر أخبار الطقس والمرور. منة صباح الخير عليكي. صباح الخير يا جماعة. وإحنا بنبتدي كده يومنا على الصبح، وقلنا إيه أبسط حاجة ممكن يعني تخلي يومك أحلى؟ صباح الخير يا أحمد وصباح الخير يا جوانا. إن أنا أصحى براحتي، إن أنا ما أصحاش مخضوضة، إن أنا ما أصحاش متأخرة، الحاجات دي بتفرق معايا جدا. تصحى براحتك زي النهاردة كده يعني. والله على فكره احنا خلاص ساعتنا البيولوجيه ظبطت على فكره على مواعيدنا دي، يعني من غير اي منبهات او حاجه الواحد بقى بيصحى في ميعاده. لكن انا شخص بحب الروتين جدا، فانا بحب حتى ايام الدراسه بحبها اكتر من ايام الاجازه. بحب ان اليوم يبقى مرتب جدا، ابقى صاحيه عارفه اليوم هيبتدي ازاي، وببقى حابه ان انا ابقى عندي تفاصيل اليوم كده من اولها. فلما ببقى عارفه اليوم هيبقى ماشي ازاي بيفرق معايا جدا. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه كده في احوال الطقس النهارده. الجو النهارده هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري، وكمان هيكون في شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من وللقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. درجه الحراره النهارده في القاهره 20 درجه، اعلى درجه حراره هتكون في الوادي الجديد 26 درجه، والاقل هتكون في السلوم 17 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نتحول من الطقس للمرور ونشوف اماكن مختلفه في مصر اخبار الزحمه فيها ايه. هنبتدي جولتنا من محافظة القاهرة. نفق الأزهر احنا ده هنبتدي بيه النهاردة، هنلاقي فيه بعض الكثافات البسيطة في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. وبعدين هنلاقي بعض الكثافات ممكن تظهر أعلى كوبري أكتوبر للي جاي من رمسيس وغمرة ولغاية مدينة نصر ومناطق الجيزة باتجاه القاهرة وكمان العكس. هنلاقي بتظهر كمان كثافات متحركة في المسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. لو بصينا عند الأوتوستراد هنلاقي بعض الكثافات المرورية النسبية هتزيد بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان وللمعادي والمقطم، وبرضو هنلاقي بعض الكثافات البسيطة في الطريق. لو بصينا برضو كمان على كوبري أكتوبر هنلاقي فيه كثافات مرورية للسيارات للي جاي من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات تانية في الاتجاه العكسي. لو بصينا على ميدان التحرير أو المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر واللي بيوصل لغاية المنصة هنلاقي فيه بعض الكثافات، وهنلاقي كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وطيران وميدان رابعة وصولا للدائري، كلها في حدود الوقت اللي احنا متعودين فيه، يعني مفيش حاجة غير اعتيادية. خلينا نروح لمحافظة الجيزة. الخريطة هنلاقي فيها مكسوة باللون الأحمر أكتر بكتير من محافظة القاهرة. هنبتدي من شارع السودان، احنا شايفين فيه سيولة مرورية، هنفضل ماشيين في شارع السودان لغاية ما بنوصل لغاية جامعة القاهرة وعند كلية الآثار هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة. لو بصينا هنا هنلاقي الدقي فيها بعض السيولة المرورية، أو هنلاقي فيها بعض الكثافات وبعدها بنلاقي سيولة لغاية كوبري قصر النيل وميدان التحرير، وهنلاقي بعدها كثافات على محور صفت اللبن للمتجه للطريق الدائري وصولا لشارع السودان. لكن نقدر نقول ان الكثافات دي كثافات متحركه مش هتاثر جدا على الحركه. عندنا طريق بديل اللي عايز ياخده محور عرابي للي جاي من الدائري ورايح المهندسين او الدقي، وبرده عندنا كوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني هنلاقي فيه بعض الكثافات. لو بصينا عند محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي هنلاقي بعض الكثافات، وده طبعا بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. عايزة بس أفكر حضراتكم إن مطلع الدائري للي جاي من المنيب اتفتح من 3 أيام بعد ما كان مغلق لمدة 21 يوم، وأكيد ده سبب انفراجة مرورية شديدة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح اسكندرية. زي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات البسيطة الموجودة في محيط كوبري ستانلي، هنلاقي كمان كثافات متقطعة عند الإشارات في طول الكورنيش، وده طبيعي عند الإشارات، وبعد لما الإشارة بتفتح الأمور بتبقى أسهل بكتير. لو بصينا بقى على الشوارع الجانبية هنلاقي سيولة مرورية نسبية. الطريق المؤدي للجامعة هنلاقي فيه بعض الكثافات البسيطة، لكن طبعا هتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وده وسط تواجد خدمات مرورية مكثفة عشان تسهل حركة سير السيارات وتمنع التكدسات في جميع الشوارع الرئيسية.
خلينا نروح أسوان اللي عندها أكتر من ميزة، جو معتدل، رطوبة قليلة، وكمان سيولة مرورية شديدة. هنبتدي من ميدان السادات وتحديداً منها عند ميدان السادات وتحديداً رئيس الملايكة ميخائيل. هنشوف مع بعض شارع كورنيش النيل، إحنا شايفين سيولة مرورية ممتدة على طول الطريق، يمكن نلاقي بعض الكثافات المتحركة عند منطقة الفنادق. بعد لما بنعدي هذه المنطقة بنلاقي سيولة مرورية تامة. إجمالاً مفيش أي حاجة غير اعتيادية النهاردة سواء في الجو أو في الطرق. خلينا نروح على طول نبتدي الحلقة مع أحمد ومع جمان. تفضل يا أحمد وتفضل يا جمان. شكرا كمان، شكرا جزيلا، وهرجع لك مرة تانية طبعا على مدار الحلقة. شكرا شكرا يا منى.